في منطقة الجزاء، الطفطوف ومحروس، جول للمنتخب اليمني. حلوة للمنتخب اليمني، دخول جميل من زكريا الطفطوف، ويلعب الكرة العرضية لحمزة محروس، ومحروس من عين البشر. هذا هو لسان حال المشجع اليمني في هذه اللقطة. أكيد أكيد اللعب من أجل اسم البلد، أكيد اللعب من أجل اسم البلد من اللاعبين اليمنيين، وتصفيق حار من الجماهير والمدرب. في منطقة الجزاء الطفطوف ومحروس، جول للمنتخب اليمني. حلوة للمنتخب اليمني، دخول جميل من زكريا الطفطوف، ويلعب الكرة العرضية لحمزة محروس. ومحروس